هيئة الرعاية الصحية أعلنت امبارح عن تخصيص مكاتب لكبار السن وذوي الهمم في كل وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة في الإسماعيلية. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور محمد العقاد، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثة بهيئة الرعاية الصحية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير أستاذ محمد، وصباح الخير على السادة المشاهدين. يا أهلا بيك. في البداية، احنا عندنا كم مركز لرعاية الأسرة في الإسماعيلية؟ احنا عندنا 32 مركز طب اسره ووحده طب اسره. ال 32 مركز ووحده دول بيخدموا كل منتفعي منظومه التامين الصحي الشامل في محافظه الاسماعيليه. حضرتك عارف ان احنا التشغيل الفعلي بدا يعني في بدايه السنه الماليه اللي هو شهر 7، بقى لنا 3 شهور. لما بدانا دايما احنا بندور على يعني الصالح العام لكل المنتفعين. طبعا كبار السن وذوي الهمم يعني دايما بيبقى ليهم نصيب كبير كده في اهتماماتنا واهتمامات القيادة السياسية، لان هو في الاخر احنا كبار السن دول اهالينا، فدول لازم نشيلهم على راسنا. فاحنا في دايما في الثلاث شهور اللي فاتوا كنا بنحاول نرصد اي معوقات او اي مشاكل بتواجههم في صرف بعض الادوية المزمنة، في مشاكل مثلا اللي هي بتواجههم في الكشوفات او حاجات زي كده. فجت الفكرة من دكتور احمد سكري رئيس الهيئه ان احنا لازم يبقى فيه مكتب مخصص لخدمه ذوي الهمم وكبار السن وتذليل جميع العقبات اللي بتواجههم في صرف الدواء او في حجز كشف او في ايا كان المسمى اللي هو بيضايقهم او بيتعبهم او ممكن يخليهم يعني يبقوا متعبين. فلا، احنا وفرنا عليهم الكلام ده كله جوه جميع المنشآت اللي بتخدمهم، وحدات ومراكز طب الاسره اللي هي بنسميها المستوى الاول في تقديم الخدمه الصحيه. بقى في مكتب في كل وحده ومركز بيستقبلهم ويذلل جميع العقبات يا استاذ محمد لكل كبار السن وذوي الهمم. طيب، ده عظيم جدا. المستوى الاول يعني ايه برضه عشان نوضح للناس؟ احنا عندنا في تقديم الخدمه الصحيه ثلاث مستويات. المستوى الاول اللي هو الوحدات والمراكز اللي هي بنسميها مراكز طب الاسره، اللي هو كان زمان ليها مسمى كده لو تفتكر اللي هو الوحده الصحيه. ده طبعا تم تطويره في منظومه التامين الصحي الشامل وبقى وحده طب اسره، وحاجه اكبر شويه اسمها مركز طب اسره. ده بيقدم الخدمات البيزكس او بنسميها اللي هي النساء والاطفال والبطنه وطبيب الاسره، اللي هو بيبقى مع دايما مع الاسره ومع الافراد اللي بيروحوا الوحده، بيتابع معاهم كل التطورات، الحاله المرضيه ليهم، المبادرات الصحيه والرئاسيه بتتعمل في هذه الوحدات والمراكز. طيب، ايه هو المستوى الثاني؟ اللي هي المستشفيات. كلنا عارفين ان في مستشفيات بتقدم الخدمات اللي زي الجراحه العامه والبطنه العامه وتخصص القلب والكلام ده كله، ودي بنسميها المستشفيات العامه او المستشفيات اللي فيها الخدمه الطبيه والجراحيه من المستوى الثاني. المستوى الثالث وهو الادفانسد ليفل او اللي هو المستوى المتقدم في الخدمه الصحيه، ده بقى اللي فيه الحاجات اللي بنسميها التيرشري ليفل او الثالثيه. المستوى الثالث من الخدمه الصحيه ده فيه كل الخدمات الطبيه الحديثه الادفانسد والمتقدمه محمد بيه في المستشفيات. دول الثلاث مستويات اللي بنقدمهم في الخدمه الصحيه. ده عظيم. كل الخدمات بتقدم في وحدات طب الاسره اللي كانت موجوده قبل كده، لكن دلوقتي خصصنا مكاتب لكبار السن وذوي الهمم. الحقيقه ان هم يعني بجانب ان هم محتاجين رعايه صحيه ومحتاجين خدمه صحيه معينه، فهم محتاجين الطريقه اللي تقدم بيها هذه الخدمه تكون طريقه مختلفه تناسب احتياجاتهم. هل احنا الناس اللي شغالين في هذه المكاتب مؤهلين للتعامل مع كبار السن وذوي الهمم؟ انت سبقتني، انا كنت لسه هشرح لك احنا بنعمل ايه كمان. احنا طبعا تم تدريب الفرق اللي هي بدأت تستلم المكاتب او بدأت تستلم هذه المهمه، وهي مهمه هذا المكتب اللي احنا كلنا شايفينها مهمه جليله جدا ولا تتجزأ عن تقديم الخدمه الصحيه. يعني احنا ممكن يبقى احنا بس مسؤولين عن تقديم الخدمه الصحيه، لا، هو لازم اقدم الخدمه الصحيه بكواليتي او بجوده محترمه. عشان اوصل لهذه الجوده يبقى لازم يكون المنتفع او المريض اللي جاي مرتاح، يعني انا كمان مش عايزين يبقى فيه تعب او مجهود عليه. طيب، ايه اللي عملناه؟ بقى فيه توعيه لهذه الفرق وتدريب على كيفيه استقبال والتعامل مع المريض بصفه عامه، وكمان ذوي الهمم وكبار السن اللي هم اهالين لازم يبقى فيه نوع معين، وبدا التدريب بالفعل وبدا المنظومه تبدا تشتغل على هذه المكاتب من بدايه الاسبوع، زي ما بنقول كده يعني بدايه موفقه. الحمد لله بدا يبقى فيه فعلا استقبال لهذه الخدمات، وبدا يبقى فيه
يعني استجابه سريعه جدا من هذا الفريق. مهمتنا ايه بقى مع كبار السن وذوي الهمم كمان يا استاذ محمد؟ ان احنا مش بس بنقدم لهم الخدمه العلاجيه. في بعض الناس حضرتك عارف كبار السن ممكن يبقى قاعد فتره طويله في البيت لوحده بسبب المشاغل والاشغال في يعني باقي العيله، فبقينا بنعمل توعيه للفترات اللي قاعد في البيت، يعني مريض السكر او مريض الضغط او مريض القلب اللي هي الامراض المزمنه اللي هي بتبقى موجوده في بعض كبار السن، الحاجات دي كلها لازم اوعيه كيفيه يعني ازاي يبقى قاعد لوحده وياخد باله من سكره او ضغطه او يتابعهم ازاي. لو عنده مشكله او شكوى يوصل لنا عن طريق الخط الساخن ازاي يوصل لنا بيه. عندنا فرق حاجه اسمها طرق الابواب اللي هي الفرق الطبيه لا اللي دي محتاجه كلام كتير عن حملات طرق الابواب دي، يعني عايزين نتوسع في الكلام عن حملات طرق الابواب. لكن صحيح. المهم كمان يا دكتور قبل ما نتكلم عن هذه الحملات كنت عايز اعرف من حضرتك التحديات او ايه هي المشاكل اللي واجهت كبار السن وذوي الهمم فخلت عندنا فكر ان احنا نعمل مكاتب مخصصه ليهم، ايه العقبات اللي كانت بتواجههم خلال الفتره اللي فاتت فخصصنا لهم مكاتب، وبالاضافه لاننا خصصنا لهم مكاتب فاحنا كمان الاطقم الطبيه والموظفين اللي شغالين في هذه المكاتب هم مؤهلين للتعامل مع كبار السن وذوي الهمم. طبعا هنكمل كلامنا مع الدكتور محمد العقاد مدير عام الاداره العامه للرعايه الثانويه والثالثيه بهيئه الرعايه الصحية. بجد الترحيب بيك مرة تانية دكتور محمد، وإحنا بنتكلم عن التأمين الصحي الشامل وفي نفس الوقت بنتكلم عن المكاتب اللي تم تخصيصها لكبار السن وذوي الهمم في مكاتب طب الأسرة في محافظة الإسماعيلية. زي ما حضرتك ذكرت عندنا 32 مكتب، وكنا بنتكلم قبل الموجز عن التحديات اللي واجهت كبار السن والعقبات اللي خلتنا نفكر في عمل مكاتب مخصصة ليهم. صحيح، إحنا في عدة محاور زي ما قلت لحضرتك كده، إحنا دايماً بنشتغل على رصد المشكلات، وهي دي حضرتك عارف يا استاذ محمد ان اهم نقطه عشان تصلح من نفسك ترصد مشاكلك. فاحنا حبينا نشوف كده في فرق الرصد اللي بتشتغل جوه زي ما اتفقنا الثلاث مستويات، فلقينا في المستوى الاول اللي هو مراكز ووحدات طب الاسره كبار السن ساعات زي ما قلت لحضرتك بيبقوا لوحدهم، يعني ما بيبقاش معاهم حد من اهلهم او كده، فبدانا ناخد بالنا ان احنا عندنا مشكله في صرف الأدوية المزمنة وتوعية المريض إزاي ياخد الدواء وإزاي يتعايش مع المرض المزمن وإزاي يقي شر المضاعفات. حضرتك عارف إن ساعات المضاعفات بتبقى أشد من المرض المزمن نفسه، يعني لو مريض عنده سكر أو ضغط ومنتظم في التغذية وعارف إزاي يمشي على التغذية والأدوية بطريقة صحيحة ده ممكن يقي شر مشاكل كتيرة ومضاعفات اللي هي بتحصل بعد كده، والمضاعفات دي بتخليه بقى يدخل المستشفى او يخش في عمليات، وبالتالي احنا بقى دورنا زي ما احنا اتفقنا ان احنا يبقى فيه جزء كبير من التوعيه، جزء كبير ازاي يتعامل مع الادويه، ازاي يتعامل مع المرض وازاي يعرف مشاكله بدري عشان يقدر يحلها او يتوجه للمكان الصحيح، ازاي يقدر يروح للعياده، ازاي يحجز. بدانا يبقى فيه توعيه اكتر، بنحل مشاكلهم في صرف الادويه المزمنه عشان نتغلب على قصه ان هو ممكن ينتظر وقت مثلا عشان يدخل الكشف او يروح الصيدليه او عايز يفهم الدواء ده محتاج ايه او كده. فبدات الفكره تيجي من هنا ان احنا المكتب ده يبقى مخصص لكبار السن من اهالينا وذوي الهمم من اهالينا، ان هم يبقى هم دول المكتب ده خاص بيهم ويشتغل معاهم على القصتين دول، تسجيل جميع العقبات والتوعيه التامه بامراضهم اللي موجوده. طيب دكتور محمد، زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي اصحاب الامراض المزمنه اللي جم وحدات طب الاسره واتكشف عليهم وبياخدوا علاج وعرفناهم ازاي يتابعوا المواعيد بتاعه الادويه بتاعتهم وازاي يتابعوا حالتهم وازاي يلتزموا بالغذاء المطلوب اللي يناسب حالتهم الصحيه. هل المريض نفسه لو احتاج حاجه هو اللي بيتواصل بيكم باستمرار، ولا انتوا بشكل مستمر ما بين فتره واخرى ممكن تتواصلوا مع المريض عشان تتابعوا حالته؟ طيب احنا عندنا حاجتين مهمين، ده كلام جميل جدا. احنا عندنا في متابعه دوريه دي بتحصل جوه المراكز ووحدات طب الاسره واسمها يعني فحص شامل، وفي مبادرات وحملات بتتعمل جوه المراكز ووحدات طب الاسره وفي بعض المستشفيات كمان في جميع المحافظات اللي احنا دخلنا فيها كمنظومه تامين صحي شامل. طيب احنا عشان كمان لقينا ان احنا في بعض الاحيان حتى الحاجات الدوريه دي في بعض الناس ما بتقدرش تجيلنا استاذ محمد، انت عارف يعني بعض اهالينا من كبار السن او ذوي الهمم او ايا كان، في بعض الناس بتبقى قاعده في اماكن بعيده شويه او متطرفه، صحيح في صعوبه في الانتقال كمان. الله ينور عليك، برافو عليك. فطيب احنا فكرنا في ايه؟ بدا يبقى في حملات طرق الابواب،
حملات طرق الابواب عاملين لها برايورتي او يعني حاطين لها ترتيب اولويه. بالظبط كده، ترتيب الاولويه الناس الكبار السن، ذوي الهمم، الناس اللي مكانها بعيد وعندها صعوبه في الوصول للوحدات والمراكز، دول اتحطوا عندنا توب برايورتي او اولويه اولى، عشان يبقى هم دول اللي انا بتحرك عليهم كمان بصفه دوريه وعاملينها زي روتيشن دوري. احنا مثلا حددنا في محافظه الاسماعيليه عندنا في 1000 مريض هيتم زيارتهم في خلال مثلا الشهر او الشهرين دول للتوعيه. الفريق اللي بينزل برضه بيعمل نفس الدور بالظبط، توعيه وصرف علاج، وممكن اوصل لهم العلاج لغايه المنزل، ويمكن ده بدا يحصل يعني في جماهير الاسماعيليه واهل الاسماعيليه هيبقوا عارفين ان هم الحاجات دي بدات تحصل بالفعل على ارض الواقع. الحمد لله مش بنقول الكلام ده بس كده ان احنا بنقول ان احنا بنوصل للناس، لا، الحمد لله الحاجات دي بدات توصل، وحملات اللي بتوصل بفريق طبي مخصوص للتوعيه وشرح العلاج والتوعيه من الامراض ومشاكلها وازاي اتقي شر ان انا اخش في مشاكل والكومبليكيشنز او المضاعفات الخاصه بالامراض. الفرق دي بدات توصل بطريقه زي ما انا قلت لحضرتك كده، بطريقه دوريه محطوط لها برايورتي او محطوط لها اولويات بالحاجات اللي انا قلتها لك. حطينا الحاجات دي كده لسته، يعني قلنا برايورتي ليست وبدانا نحط عليها هذا النظام ده. تمام. طيب ردود فعل الناس عامل ازاي يا دكتور محمد، واللي بيكون ليه انعكاساته بشكل كبير جدا على تسجيل الناس في هذه المنظومه؟ طيب خليني اقول لك بمنتهى الصراحه، احنا الاول الناس كانت مخضوضه، يعني الناس قصه التامين الصحي الشامل الجديد، على فكره احنا شفنا ده في كل المحافظات، يعني كل ما بندخل محافظه جديده ويتم التشغيل الرسمي فيها بتبقى لسه في زي خضه اللي هو انا هحجز وهبدا يبقى في كول سنتر او خط ساخن بحجز منه، وبعد كده بروح الوحده طب الاسره او مركز طب الاسره، وبعد كده لو احتجت مستشفى هم بيحولوني. يعني بقى في سيستم ونظام، وفي زي احنا بنقول كده، احنا عندنا بنقول بقى في تراك او جيرني للبيشنت، يعني رحله للمريض جوه منظومه التامين الصحي الشامل. المنظومه دي طبعا انت عارف اي حاجه جديده بتخش علينا، وبالذات احنا كمصريين دايما عندنا الموروثات والثقافات بنحترمها جدا والعادات والتقاليد، فاحنا ما كناش متعودين على كده ان احنا يبقى في عندنا اليه بتمشي بحجز وكذا في الحكومه. كنا متخيلين دايما ان قصه الحجز او التليفونات او ان احنا نحجز ميعاد ده القطاع الخاص، او لما نروح مثلا عياده خاصه او كده. فلما بدا النظام ده في الاول كان في خضه ورهبه، بس بعد كده عايز اقول لحضرتك يعني احنا المحافظات السابقه اللي هم بورسعيد والاقصر الدنيا بدات تتغير جدا. ردود فعل الناس ان هي بدات يعني احترام النظام والسيستم بقى هم بيحافظوا عليه معانا، مش بقى يعني زي الاول كان في شويه انت عارف اي تغيير كده بيبقى مقابل ليه شويه ريزيستنس او مقاومه. لا ده الحمد لله احنا بقينا الناس، لان هو حس بالفرق، وهو دلوقتي مرتفع وشايف الخدمه الطبيه اللي بتقدم ليه عامله ازاي، وشايف الفرق ما بين اللي كانت بتقدم واللي بتقدم حاليا، فبدا يحس ان هو جزء من المنظومه. يعني هو مش بس ان هو جاي لا ده هو انا مش قصه منتفع او قصه مريض، لا ده انا عايز احافظ على المنظومه دي عشان تفضل عندي في محافظتي بالجوده دي وبالكفاءه دي. لان انا لو يعني لو بدات يعني اعاند او اقاوم هذه المنظومه، طب ما هو هتعود في الاخر عليا ان انا اللي هخسر المجهودات اللي بتحصل والقياده السياسيه بتعمله في كل محافظه دلوقتي عشان نوصل ان شاء الله نغطي مصر كلها. يعني هو ده حلمنا كلنا ان احنا نغطي مصر كلها. فالحمد لله ردود الفعل بدات تبقى كويسه جدا في المحافظه رقم 3 اللي هي الاسماعيليه، بعد ما كان في الاول لسه في الشد والجذب اللي احنا بنقوله كده، شد وجذب البدايات. بداوا يشوفوا المنظومه الصحيه لما دخلت وبدا يبان الفرق وجوده العمليات والخدمات اللي ما كانتش بتقدم في المحافظات بدات تقدم باساتذه واستشاريين. يا استاذ محمد دي نقطه مهمه جدا بقى دكتور محمد، لانه كان برضو جزء من تخوف الناس كانوا بيقولوا ايه، ما احنا عندنا التامين الصحي، ايه اللي يخليني اروح للتامين الصحي الشامل؟ يعني ايه اللي يخليني ادخل في منظومه ما ده اللي انا متعود عليه؟ فكان لازم نوضح لهم الفرق ما بين التامين الصحي العادي اللي هو اللي احنا متعودين عليه طول حياتنا والتامين الصحي الشامل اللي هو الجديد. احنا دايما بنقول احنا منظومه بتسلم منظومه، وتطور الحياه يعني هو ده سنه الحياه ان يبقى في تطور. فالتطور حصل بفكره، الفكره دي ان يبقى في مستشفيات يعني تدخل منظومه جديده، المنظومه الجديده دي هي اللي بتستلم الرايه من المنظومه القديمه وهي القطاع الصحي في الوزاره والتامين الصحي القديم والكلام ده كله. هيئه الرعايه بتبدا تدخل كمنظومه التامين الصحي الشامل تستلم الرايه بتاعه التطوير.
هو ده سنه الحياه. فالتطوير اللي حصل ان احنا بقى عندنا ثلاث افكار بنشتغل عليهم او ثلاث محاور بنشتغل عليهم. البنيه التحتيه نحاول نوصل لاحسن بنيه تحتيه، وبالتالي العيان اللي بقى اسمه منتفع لان هو بينتفع من منظومه التامين الصحي الشامل، بقى المريض بتاعنا والمنتفع بتاعنا داخل مكان هو حاسه مبسوط. وانا عارف ان انت كنت معانا في كذا جوله قبل كده وشفت شكل المستشفيات، يعني المنتفع لما بقى بيدخل المستشفى دلوقتي او مركز طب الاسره، لا الشكل مختلف تماما عن ما قبل التطوير. الشكل اختلف، فبقت البنيه التحتيه دي اول محور. المحور الثاني التجهيزات على اعلى مستوى واحدث التجهيزات اللي موجوده، بتبقى يعني فيري ابديتد او يعني محدثه الى السنه اللي احنا بنبقى شغالين فيها. القوه البشريه، القوه البشريه بدانا نعمل جذب لكل الاساتذه والاستشاريين والاخصائيين في جميع التخصصات. والناس لما بتلاقي دايما بيئه محترمه للعمل خلاص، يعني هو في مكان كويس وفي منظومه جديده وحلم للشعب كله. الناس بدات تشارك وبقى معانا قوه بشريه احنا بقينا بنعتمد عليهم، وبقينا كمان يعني احنا عندنا قوه بشريه هايله كمان يا دكتور محمد، تحديدا في القطاع الطبي. صحيح. عايز اقول لحضرتك ان احنا يعني التريننج او التدريب اللي بنشتغل عليه دلوقتي لخلق كوادر جديده، وانت عارف ان احنا القصه اللي بقى لنا شهور ويعني وفترات طويله بنتكلم فيها هجره الاطباء والكلام ده كله، احنا عندنا كوادر هايله. الكوادر الهايله دي كانت بس محتاجه شويه يعني زي ما بنقول كده امكانيات، بيئه صحيه وامكانيات. الله ينور عليك، بيئه صحيه وامكانيات ان احنا نشتغل فيها. وبالتالي بدانا نجتذب بعض الكوادر الكبيره اللي موجوده في كل القطاع الصحي زي ما انت قلت يا محمد كده، وبالتالي بدا يبقى عندي كمان تريننج، واحنا بنسميه تريننج اوف ترينرز، يعني هم كمان هيتدربوا ويدربوا، وبعد ما يتدربوا اللي بعديهم يدرب اللي بعديهم وهكذا. هي دي الفكره بتاعتنا ان احنا نخلق كوادر على طول مستمره، عشان ما يبقاش بس في جزء واحد هو اللي معاه العلم او معاه، لا لازم على طول في حاجه اسمها تعليم طبي مستمر، ان احنا دايما بدرب الناس كلها على خلق كوادر. ودي كانت حاجه مهمه جدا ان احنا الثلاث محاور دول لما اكتملوا الحلقه اللي كان ساعات بيبقى فيها جزء مفقود، الحلقه بدات تبقى يعني طبعا احنا مش عايزين نقول كامله لان احنا لسه في حاجات كتيره بنحسنها. الحلقه بدات تكتمل وقربت جدا من ان هي تبقى حاجه كويسه ومنظومه قويه على الارض. احنا بنتكلم منظومه بقى لها ثلاث سنين زي ما بنقول كده هي وليده، ولكن ولدت كبيره وولدت عملاقه عشان طيب تخش وتخدم مصر كلها ان شاء الله. نستغل وجود حضرتك معانا دكتور محمد وتكلمنا عن العمليات الكبرى اللي بتتم من خلال منظومه التامين الصحي الشامل تحديدا في الاسماعيليه، لو في عمليه تمت قريب. طبعا احنا عندنا بص الاسماعيليه فيها المجمع الطبي يعني عايز اقول لك ده اكبر مجمع طبي في الهيئه العامه للرعايه الصحيه او في منظومه التامين الصحي الشامل. المجمع ده يعني يتخطى ال 400 سرير، في كل التخصصات اللي حضرتك ممكن تتخيلها او المريض ممكن يتخيلها، من اول البطنه والجراحه العامه الى ادق العمليات والاساطره التخصصيه والعمليات المتقدمه جدا. فاكر لما قلنا في اول اللقاء بتاعنا ان احنا في عندنا المستوى الثالث من الخدمه الصحيه، الرعايه الثالثيه. ايوه الرعايه الثالثيه، برافو عليك محمد حافظ. خلاص الرعايه الثالثيه، وهي دي المستوى المتقدم جدا من الخدمات الطبيه. الخدمات الطبيه اللي هي زي ما اتفقنا في اول الحلقه ان احنا دي العمليات اللي بتقدم في اعلى ليفل او في اعلى مستوى، بقى جراحات المخ والاعصاب الدقيقه، جراحات القلب والصدر الدقيقه، استبدال صمامات القلب باحدث التقنيات والاساطر من غير القلب المفتوح وهي عمليه تسمى التافي وهكذا. العمليات دي بتتعمل في مجمع الاسماعيليه. سريعا واخيرا دكتور محمد، تكلفتها تقريبا كام؟ تقريبا تقريبا احنا العمليه يعني لو اتكلمنا على التافي احنا بنتكلم من نص مليون الى 700,000. المنتفع بيدفع 300 جنيه. 300 جنيه من نص مليون، ده عظيم جدا. احنا طبعا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا طبعا دكتور محمد، الف شكر على كل هذه التفاصيل. دكتور محمد العقاد مدير اداره الرعايه الثانويه والثالثيه بالهيئه العامه للرعايه الصحيه.